عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هزي كرسي وجهي هنا. تفضلي. أنا سعيد. وشو 100%؟ تفضلي احكي. شنو خلينا نحكي لك؟ آخر حصة. آخر مع حصة. وليد. آخر حصة مع وليد. ما تذكرش الأسماء. خلص نحكي. آخر حصة. الحصة اللي درتيها وقع فيها. آخر حصة كنت تهدرت هي. وقلت له أنا كاين أنا والخادم. سعيدة اسمها خيرة. ارفع صوتك. كنت هكا قلت له انا كينا انا وكينا خيرة وسعيدة ديالها. قال لها شكون اللي دخل الجسد الاول؟ قلت له انا، يعني على حسب العاشق اللي مشى. قلت له هو راه مشى. قال لها انت اللي منعتيها من الولاد؟ قلت له انت اللي كتخلق لها المشاكل مع الناس مع العائلة، يعني ما خليتي لها العلاقة مع واحد. قلت له اعطيني خلاصة، مش متأكدة انها خرجت ولا عندك شك ولا وقعت لك شي حاجة مور الحصة ديال الرقية ولا مور الحجامة. اخويا شنقول لك انا فاش مهم فاش هي قلت له كيهضر معها قال لها المهم كي اديتيها 43 سنة وانت كتادي فيها، دابا دابا شنو كتقولي واش تخرجي واش دابا؟ قلت له نخرج مع ديما نجلس ندير هنايا. المهم قال لها كنت بعدا في الكرسي وكنحس بحال شي حاجه نغصتني هكا في الاصبع الكبير ديال رجلي. قالت له هي راه خرجت خيره هي الاولى من رجلي، وحسيت انا بشي نغزه هكا في الاصبع الكبير. لا بعد ما قالت له هي قالها يلاه يلا خرجي. المهم بقات كاين حركات ديال الخروج، وديك الحركه اللي وقعت لي مع العاشق وقعت لي معاه. أتمنى ذلك. طيب شو غادي ديري؟ نعم. غادي نختصر الكلام وراح يجلسي ليها. واخ بسم الله. أتمنى أن القصة تكون سهلات. إن شاء الله أخوي داكشي اللي كنتمناه.
كنقرا القران يعني ماشي بحال المولف كنزيار ولا كنحس بهذا الرجل كتدير هكا ولا ولكن يعني لهذا الصباح كنت مزيانه البارح بالليل. هذا الصباح من خرجنا مع 10 ونص من الدار مشيت للمدينه حسيت براسي الراس ديالي ماشي مقاد فهمتي فهمتك راسي ما مقادش ومهم ما حسيتش بواحد التحسن نقولوا يعني كاين واحد الفرق كبير ديال ما بين البارح واليوم ولا قبل على ود الجنيه بخصوص الجنيه عليا هي على الجنيه اما الجنيه فهذا فصل لا هذاك ما نهضروش عليه فصلا انه خرج هذاك سالي نهضر عليه يعني متاكدين انه راه لكن هذه عندي واحد 10% نقدر نقول لك قد يكون الاثر قد تكون موجوده احنا ما يهمناش احنا يهمنا اننا ان شاء الله باذن الله عز وجل الاساس ديال القصه 100% انه رحل وان شاء الله الخادمه تاعي تكون مشات تكون بقى غير هي والله الا خويا محمد رحنا مدوخين دابا عندنا الخروج نهار 15 وراك عارف داك التاست خصنا كنمشينا هذا الصباح والا خرجنا كنقلبوا واش ممكن زعما نديروه هنايا داك التاست ديال كوفيد نديروه هنايا وعاد نمشيو داك بحال النهار ولا يومين قبل ما يمكنش منين مشينا سولنا هنايا لقينا داك النهار فاش غادي نديرو حنا التيست غادي يكون العيد وغادي يكونوا سادين فهمتي الخميس غادي يكونوا سادين حنا السبت نمشي وهاد تما النهار فاش خصنا نديرو لحقاش هنايا كيقول 72 ساعة حنا اللي فاش جبنا من هي درنا 72 ساعة درناها في الثلاث وجينا الجمعة هنايا فهمتي بالليل هنا العكس هنا كيقول لك خاصك داك النهار فاش تخرج في الطياره يكون الثالث ما يكونش الرابع يعني كيتحسب لك حتى النهار اللي بعده عاد كتحسب 72 ساعه داك النهار اللي كتخرج فيه عاد كتكون يعني مضبوطه 72 ساعه في الايام ربي يجعل لكم مخرج امين اخويا رحنا والله الا رحنا ما غادي تسلك ما عرفنا اخويا لان يعني دابا ما متاكدينش من الحاله واش صفات واش نديرو الاجراءات ديالنا نشوفو كنديرو واش نمشيو مع الكرام مول الكرام ما عرفناش واش نزيد نكريو ولا نخرجو والله الا خويا رحنا الله يدير لنا ويدير لكم تاول الخير لا الحمد لله ابشري ياك اخويا مزيان لا نحس الحمد لله اخويا كنحس مزيانه يعني الحمد لله احسن من قبل ولكن ما نعرف كيف قال لي والد مسكين قال لي اختي فاش كتكون كاري في واحد الدار ساكن في واحد الدار ملي كتخرج كتخلي الاثر تخلي الاثر هادشي اللي بغيت نقول لك راه ما يمكنش تحسي ب 100% مزيان راه تدريجيا انا قال لي ملي تمشي خاصك تبقاي ديري داك البرامج اللي كنتي كديري صافي قراءة البقرة والزيت ورمي الرقية وتسمعي الرقية يعني ان شاء الله قلت له راه قلت له داك الشيء خاص بلا ما نهضروا عليه ما غاديش نحبسوا نهائيا ان شاء الله باش نحمي نفسي لان راك عارف هما فيهم ثقة يقدروا يرجعوا لك سنين هما معايا يلا غمض عينيك حتى يديك على رجلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفين قل
حفظنا من كل شيطان رجيم وجعلنا السماء سقفا محفوظا إن ربي على كل شيء حفيظ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا 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 إن الله على كل شيء قدير اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا يأتي بكم الله جميعا يأتي بكم الله جميعا وتكلمنا أيديه وتكلمنا أيديه وتكلمنا أيديه وتكلمنا أيديه وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا 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 يأتي بكم يأتي بكم الله جميعا 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 الله على كل شيء قدير اليوم نختم على أفواههم
وتكلمنا أيديه وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواهي وتكلمنا أيديه وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا يأتي بكم الله جميعا يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إنه من سليمان إنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وإن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون لدينا محضرون فإذا هم جميع لدينا محضرون محضرون فإذا هم جميع لدينا محضرون فإذا هم جميع لدينا محضرون. أجيبوا داعي الله أجيبوا داعي الله أجيبوا داعي الله. ومن لا يجب داعي الله ليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وإن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فإذا هم جميع لدينا محضرون محضرون تسمع وترى جنيه
تستخفي تتوارى جنية. الله أكبر من كل جنية عبرت من سنين كثيرة من سنين طويلة من سنين كثيرة من سنين طويلة استخفت وتوارى نست وتوارى اختبأت وتوارى الله أكبر من كل جنية تسمع وترى تمس تتوارى تستخفي تتوارى تختبئ تتوارى الله أكبر من كل جنية الله أكبر من كل جنية 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 الله أكبر من كل جنية عبرت من سنين كثيرة عبرت من سنين طويلة عبرت من سنين كثيرة عبرت من سنين طويلة عبرت من سنين كثيرة سكنت وظلت سكنت وعدلت سكنت وآلت سكنت وآلت سكنت وآلت سكنت وآلت سكنت وعدلت وآلت اسمع وترى جنية الله أكبر من كل جنية الله أكبر من كل جنية عجوز ربتا من الصبا والسور عجوز تسمع وترى عجوز تنس تتوارى عجوز تستخفي تتوارى إذ الأغلال في أعناقي والسلاسل يسحبون 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 من كل عرق وعضو وجزء وطرف يسحبون إذ الأغلال في أعناقي والسلاسل يسحبون من كل عرق وعضو وجزء وطرف يسحبون من كل مكان يسحبون من كل عرق وعضو وجزء وطرف يسحبون إذ الأغلال في أعناقي والسلاسل يسحبون من كل مكان يسحبون من كل عرق وعضو وجزء وطرف يسحبون 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 أجيبوا داعي الله 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 ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين وإن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون 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 فإذا هم جميع لدينا
محضرون محضرون فإذا هم جميع لدينا محضرون محضرون فإذا هم جميع لدينا محضرون فإذا هم جميع لدينا محضرون محضرون فإذا هم جميع لدينا وكانت أينما توارت وكانت
أينما اندست وكانت، أينما استخفت وكانت، أينما توارت وكانت، أينما اختبأت وكانت، أينما اندست وكانت، أينما استخفت وكانت، أينما اختبأت وكانت، أينما توارت وكانت. بسم الله، والله أكبر، والله أكبر، والله أكبر. من كل جنية تسمع وترى جنية، تدنس تتوارى جنية، تستخفي تتوارى جنية، تختبئ تتوارى جنية، تدنس تتوارى جنية، تسمع وترى جنية. الله أكبر من كل جنية، 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 تسمع وترى جنية، تدنس تتوارى جنية، تستخفي تتوارى جنية. بسم الله وبأمر الله تتجلى، بسم الله وبأمر الله تتجلى، تتجلى 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 تتجلى، تخرج من ثغرها، من عقرها، من وكرها، من جحرها، من مخبئها، من موطنها، من ثغرها، من وكرها، من جحرها، من مخبئها، من موطنها، من مسكنها. تتجلى كل جنية، تسمع وترى جنية، تستخفي تتوارى جنية، تدنس تتوارى جنية، تستخفي تتوارى جنية، تسمع وترى جنية، على الجمال جنية، على الرزق والمال، على الصحة، على المحبة بين الأزواج، على المودة بين الأزواج، على الألفة بين الأزواج، على المحبة بين الأزواج، على المودة بين الأزواج، على الألفة بين الأزواج، على المحبة بين الأزواج، على المودة بين الأزواج، على الألفة بين الأزواج، على المحبة بين الأزواج، على الألفة بين الأزواج، على المودة بين الأزواج، على المحبة بين الأزواج، على الألفة بين الأزواج، على المودة بين الأزواج. أختي كتسمعي، أجيك سهلة، حسيتي بشي حاجة؟ كيف أسمع؟ حسيتي بشي إحساس؟ حاجة طلعت فيك شي حاجة؟ لا. أكاد أجزم لك أنه ما فيك والو. الله يبارك. ولكن شيل اسم المحور. ولكن أكاد أجزم لك أنه ما فيك والو، ماشي والله واضح. هذا لك الرقية، هو تأكد وهذا لك الرقية، وهادشي اللي غايبان لي. سبحان الله. وانت راكي حاسة بلي كاينة فيك شي حاجة، ماشي حاسة، يراودك بعض شي إحساس أن باقى فيك شي حاجة، ماشي حاسة، وإنما يعني هو قالها لي الأثر. اسمعي، واحد الإنسان اللي واحد الإنسان اللي مرض هذه السنوات وفيه جني وجنية وجنية، نعم، وعلى حين يغرب يكتب له الله عز وجل أن هذا الجني يخرج من الجسد دياله، كثر واحد التغييرات في الجسم ديالو، ناهيك عن الاثر، ناهيك عن الاثر. واضح، راه انا كنشوف يحتاج لواحد الوقت، ماشي وقت تكثر من الحجامات، حتى هي ما كنعشش مزيان، ما كان وداك الاستفراغ الاول البارح
ما يتحاشى كلب كله. وانا كنت قيه وكنت خلطوا عليه وما نعستش يعني حسيت بواحد الارهاق من بعد داكشي وحاسه براسي مرهقه. كان حتى انا كان يراودني الشك الشك كنقولي من كل ارهاق حيت مرهقه يعني راك عارف الرقيه ماشي سهله وما عنديش اللي يعينني في الدار. كنمشي كنوقف في الكوزينه كنطيب كنصبن كنجمع يعني ما كنرتاحش فهمتي يعني محتاجه الراحه. فوقاش نقدر نحكم بواحد خاصني على الاقل نعس واحد السيمانه وناكل ونشرب مزيان فهمتي يعني حنا كنصومو وما كنعسوش والرقيه والعصا والشقه ديال الدار يعني صار ما كيرتاحش. وكنمشي النهار كنوض بكري بحال هاد الصباح انا عسا 4:30 ماشي 4:30 4:05 نقول 5 قلقصناي وفيقه مع 9:30 باش نمشي نتقدى نبطندي يعني ما كاينش الراحه فهمتي. ودابا كتجي عاوتاني للدار كتجي لنا الرقيه طاكسي كترميك للطاكسي فهمتي عاوتاني تمشي للدار عاوتاني خاصك توقفي. المهم انا حاسه بان ربما الارهاق لابد واه خويا هادشي اللي حتى امير كيقولها لي امير هي سي ثينك يو دونت هاف ناثين هي سي تيكر اندرستاند يو نيد تو ريست يو اندرستاند ذات ذيس بيبل از ان يور بودي فور ييرز. You need to rest, you need to sleep good, you need to eat good. Now you're fasting, you're running around, you're doing ruqya, you don't sleep. You know, you say you need to rest, then you can decide after. You say you need at least 2 weeks to rest, you know? Yeah. Good, to sleep good, to eat good. You understand? Mm. So that's what I think. I mean, rest, you know, tired stuff. Yeah, but he didn't see nothing. No, he said he don't see nothing. And... The brother too, because he said, "Oh, لكن مزيانة. الحمد لله خوي. اللهم لك الحمد. عندك شي حاجة بغيتي تقوليها نختموا بها. الله يجزيك بخير أخويا. ما تقدرش تقوليني قولي لي شي حاجة زوينة تنصح بها الناس تنصح بها المرضى. قال لك تشكريني. وخويا الشكر لله أولا ولكم. زيد هاك. إيوا صراحة نقولها وإنسان قال لك من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ايوا خويا صراحه نقولوها واش انسان هو اللي يقرب الخير. انتم خدمتوا معايا وشقيتوا معايا وحرقتوا دمكم معايا وما نشكركمش حشومه ما حفظك حشومه خويا. انا هكا دايره ما يمكنليش انسان ولو قال لي غير كلمه طيبه راه كنشكروا عليها. اللهم لك الحمد. الانسان من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يصدر لك شي معروف خصك تشكروا عليه. انتم خويا ماشي غير معروف راه هادي شهر وحنايا معاكم جزاكم بخير الله يبارك فيكم والله يكثر من تاعكم اخويا والله يقويكم وينصركم على اعدائكم من الجن والانس والله يحفظكم اخويا. امين. عندك شي نصيحه تسديها للمرضى بحكم انك انت مريضه هذه سنوات؟ قرب الميكروفون فمك اخويا. واخا بالنسبه لهاد النصيحه للمرضى هو الصبر والطاعه والصلاة على وقتها. انا يعني ماشي كنقول عاد ولا قلت انا وانما من تجربة راه سنين يعني انا كنت متبرجة كنت مضافة كنت متبرجة ما عمر هاد الشيء ما طلع ولكن هادي 10 سنين الاخيرة نقدر نقول لك 10 سنين 12 عام فاش تنقبت وفاش بقيت نصلي الصلاة على وقتها فاش بقيت كنذكر الله فاش بقيت كنقرا القران فاش بقيت كنصوم الاثنين والخميس وكنصوم الايام البيض ماشي كنقول داكشي اللي كنت كندير وانما بالتجربه. ها هما هاد الناس هادو بقاو كيتاداو وبقاو كيطلعوا بقات الاثار كتبان عليا يوم على يوم الاثار يوم على يوم الاثار وكثريا هاد السنين الاخيره. والصبر ضروري هذه حاجة واحدة كنصح بها كل مسلم. الصبر مفتاح الفرج. الصبر مع الصلاة مع طاعة الله يعني الصلاة على وقتها والوضوء يبقى الإنسان على وضوء ما يفرطش في الوضوء ولو آخر لحظة تكون ماشي تنعس توضى وعاد تنعس لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من توضأ وقرأ آية الكرسي لم يقربه الشيطان حتى يصبح. يعني حتى الانسان كيكون في واحد الحرز من الله سبحانه وتعالى من الشياطين بالوضوء يعني مجرد انسان ما يخرج من داره خصو يتوضا ويخرج والاذكار اذكار النوم
أذكار الخروج من البيت، أذكار الدخول إلى البيت، أذكار الدخول إلى الخلاء، أذكار الخروج من الخلاء، أذكار الاستيقاظ، أذكار الصباح والمساء، حصن المسلم، القرآن الكريم، الصلاة على وقتها، الصيام. إنسان يصوم 2 و5 ربنا كيعيا ياكل، إنسان يصوم 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 داك 2 و5 سنة و13 14 15 من كل شهر، راه هذه كتعاونك وكتنصرك على الجن كما بغى يكون في الجسد ديالك. ها هو انا سنين واعوام، ولكن ها هو الله سبحانه وتعالى غير بواحد الشهاده ديالك اسمح لي اخويا، يعني لو كما كنت يعني انا راني كنت قبل كان ندير هاد الطاعات ما غاديش يطلعوا في الساح، ما غاديش كاع نوصلوا للحل، رحم والدي ما غاديش يتسرعوا في الساح. انا راه كانوا كالعاشق كيهضر مع الزوج ديالي 6 شهور هذه في الدار غير انا وياه، كيهضر معاه هكا وكيقول له انا درت المستحيل باش نبعد كل شيء، بعدت عليها خوتها، بعدت عليها امها، بعدت عليها اصدقاء صديقاتها، وانت بقيت لاصق فيها، انت الوحيد اللي ما قدرتش درت جميع، قالوا درت المستحيل هكا كيهضر معاه، قال درت المستحيل، درت جميع ما في جيدي باش نبعدك عليها، انت اللي بقيت لاصق فيها. قالوا هكا، قالوا شنو غندير معاك انت، لدرجه ان واحد النهار سمح لي خويا راه وقعت له اكسيدون، قال لي ما عرفتش شنو وقع لي، واش نعس، واش مت، واش حييت، واش راه ما عرفتش انا، قال لي قدام الضوء الاحمر حتى مشيت مع الضوء الاحمر وضربت السيده غير نشطها هكا، حتى قال لي بحال وقعت الاكسيدون نشط السيده هكا، هي مشات لي ومشى لي عاد، قال لي بحال نعست وفقت، بحال مت وحييت، ما عرفتش داك الشيء كيفاش وقع. مسكين وقع داك اسمح لي داك الشيء، ورجع غير مورا الدار غير الشارع اللي مورانا، رجع كيجري للدار مخلوع، دخل عليا قال لي فاطمه زهراء ما عرفتش شنو وقع، قلت له مالك، قال لي ما عرفتش شنو وقع وهو يرد عليه الاخر، قال له مازال كدور هنايا، قال له انا بغيتك المستشفى ولا الحبس وانت باقي كدور هنايا. والله سي محمد اخويا يشهد وراني صايمه، انا واعي على ديك الهضره، الشيء اللي كيكون يهضر معاه هو راه انا بحال شي حد ما كنقدرش نتحكم في راسي، كنقول شنو كنقول، شنو الهضره كنقول، واش انا عندي شي عقل ولا حمقه، كنقول شنو راني كنقول، ولكن راه هو اللي كيهضر. اكتشفنا مؤخرا 6 شهور هذه 5 شهور هذه بان راه هو اللي كيهضر، وكان كيهضر معاه هكا، وهو كان من النوع اللي كيتعجبوا الماكله، ملي كان دائما خويا كيطلع معنا في الماكله دائما، نحن نحطوا الماكله كنا صايمين نحطوا الفطور يطلع، يطلع حطينا الغدا، يطلع حطينا العشاء، يطلع يبقى يهضر معاه. ومسكين امير دائما كندخل الاسف دائما كينصحو كيقول له زعما توب لله وشهدوا، والا كنتي خسرتي في الدنيا توب تربح الاخره، ما تمشيش في الخطا دنيا واخره، توب لله سبحانه وتعالى. كيقولوا حنا راه حنا ناس طيبين، سامحناك لا هي ولا انا، سامحناك داكشي اللي عذبتنا ودرت لنا، سامحناك غير توب ورجع الى الله. وفعلا الحمد لله شهد وخرج، وحتى هذه شهدت وخرجت الحمد لله. اللهم لك الحمد خويا، الله يجازيكم بخير، الله يشفيك، وجعلها الله في ميزان حسناتكم، وبارك الله فيكم، اللهم امين، شفينا وشفي جميع المسلمين امين. لان كيف كتحس براس بالالم راه كاع الناس اللي مرات كيحسوا به، ولا يكون المسلم مسلما حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، داكشي اللي نبغيو راسنا نبغيو للمسلمين، كنطلبوا ربي سبحانه وتعالى يشفي كل مسلم امين، ويحصنكم خويا من كل الشياطين يا رب العالمين، كل ويحفظكم من كل شر أمين. وجزيكم خير الدنيا والآخرة يا رب العالمين، بارك الله فيكم، السلام عليكم. اللهم يا فاتح أبواب الفرج يا عاليا بلا درج من شق البحر إلى ساحة الخرج، أخرجنا اللهم من الضيق إلى الفرج، من الموت إلى الصحة، من التعاسة والشقاء إلى الفرحة والسعادة، اغفر اللهم ربي ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا واصلح حالنا وأحوالنا، اللهم كن معنا في كل خطوة نخطوها، أسألك اللهم ربي فعل الخيرات، ترك الفواحش والمعاصي والزلات والإثام والمنكرات، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واغفر ذنبنا واستر عيبنا واهد قلبنا، أسألك اللهم ربي الجنة ونعيمها ودارها ودورها وقصورها، ونعوذ بك اللهم من النار وحرها وقعرها وظلامها وظلماتها ومن كل ما يؤدي إليها، آمين وآمين.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، وما ذكر منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا اللهم رب تلاوته أنا الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة والجنان، نعوذ بك من الفتن وعذاب النيران. اللهم نجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. برحمتك يا أرحم الراحمين ويا ولي الصالحين، أسألك اللهم بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العلى كلها يا ذا المن والفضل والجود والكرم، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، اللهم انزل رحمة من عندك تهدي بها القلوب ترفع بها البلاء، انزل معها الشفاء اشف بها الأدواء، اللهم اشفنا بالقرآن ارحمنا بالقرآن واهدنا بالقرآن وتب علينا بحق بركة القرآن، وانصرنا على من عادانا وآذانا واتهك أجسادنا وأبداننا بالقرآن، احسن لهم يا رب السحرة عددا وقتلهم بددا، ولا تبق منهم يا رب على الأرض ولا في أجساد المسلمين أحدا. اللهم لا تجمع صفهم ولا توحد كلمتهم ولا تعلي رايتهم، اللهم شتت شملهم، اجعلهم يا ربي إذا قاموا يتألمون وإذا قعدوا يتألمون وإذا اضطجعوا يتألمون، اللهم لا تقل لهم قائمة ولا تعلي لهم راية ولا تبلغهم مقصدا ولا غاية، اللهم شرد بهم من خلفهم، اللهم شرد بهم من خلفهم، اللهم شرد بهم من خلفهم، لا إله إلا أنت وأنت على كل شيء قدير وأنت بالإجابة جدير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى كلها وصفاته العلى كلها أن يشفيكم شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسنا ولا ألما. اللهم رب الناس أذهب البأس أشف اللهم رب أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسنا ولا ألما. كل مريض يا رب العالمين في أقطار الأرض وأنصارها اللهم اشفهم بالقرآن، اللهم ارحمهم بحق بركة القرآن، اللهم انزل عليهم شفاءك وعلاجك ودواءك، اللهم اعجل بشفاء مرضانا ومرضى المسلمين، وانزل سكينتك على كل متألم يا رب العالمين، وابطل سحر السحرة جميعا يا إله الأولين والآخرين، لا إله إلا الله وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وحسبنا الله ونعم الوكيل، هو ربنا نعم المولى ونعم النصير، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما، ربما كان مصابي فمنك وحدك، وما كان خطأ أو سهو أو نسيان في طريقة القراءة ونطق الكلام فنسل الشيطان، الله رسولنا وبراه، الله أعلى وأعلم، الحمد لله رب العالمين. كاش طمب واللعبة لكم يعود نعطيه لكم أنا. أمين يا أمين يا أمين أمين العاقبة لقاع المرضى إن شاء الله. أمين يا رب والعاقبة لكل المريض إن شاء الله. كل المرضى إن شاء الله. Said to him we went crazy yesterday over there with his brother. May God bless them both. قالك خويا الله يحفظكم. أمين. الله قالك البارح شحال بكينا. الحمد لله. والله خويا فاش شحال بكينا صراحة. الحمد لله. الحمد لله. كينا فرحات. الحمد لله. ترى we see him before we leave. We're not leaving. نعاود نشوفكم أخويا. إن شاء الله ضروري إن شاء الله ضروري الله يحفظك.